طبق لها الشبشات بحالة. والله يشد فنات غدا غادي يعطيونا ورقة الوفاة ديالنا. والله العظيم حتى غيعطيونا شهادة الوفاة ديالها غيعطيونا في يدينا. راه كلشي ميت واقف. البوطة اللي كتقول لها أنك نقصتي منها في الدعم ديالها كانت كتوزن 5 كيلو واش كتوزن 3 كيلو ما نقصتي والو. واش كتعرف بأن المواطن راه كيوزن؟ راه كرش ولا بغى ياكل فراه كيوزنها. ساعة جحيم. أنا ملي كنقول لك ساعة جحيم في رمضان وساعة جحيم والمخير فينا ما غياكلش. والمخير فينا والله تغير كم سيرو. أنا اللي كيبان لي من بعد هات الموجه كامله ديال التهاب اسهار اللي كنلاحظوا فيه هو ان الحكومه ما خدش قرارات ديالها. اولا خلات المواطن كيتخبط كامل ما خلاتوش كاع فين يتنفس حاليا. ملي كنبداو نهضروا معاهم على اننا يتحاسبوا ويتحاوروا معنا على حساب هادشي اللي واقع ضربينا بسكات. بغينا نعرف واش الحكومه واش داخلين على اطار انها ساكته ولا انها كتحاور مع المواطن. الا كان شي زياده طرحها قدام الاعلام لان كلشي موجود عندهم. الا ما كانش تقول لك اودي راه ما كاينش وتخرج بالمبالغ ديالها وتخرج عند الناس ما كانوا دير المراقبه ديالها. يلا كيسمعنا دابا بعد التليفون ديال اللي كانوا خرجوا من قبل يلا سمعنا قال لك راه شدينا واحد ثلاثه ديال المافيوزين انهم راه كيسدوا السلعه ديالهم وكيخزنوهم الهبت انسكان. اوكي هاد المافيوزين اللي شديتو واش شديتو غير ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه؟ حنا بغينا نعرفوا. حنا المافيا كنعرفوها كامله حكومه ماشي غير ديك المافيا اللي خرجت اللي شديتو لينا. احنا اللي بغيناكم تساويو تساويو الوضعيه ديالنا والمجتمع كامل. البوطه اللي كتقول لها انك نقصتي منها في الدعم ديالها كانت كتوزن 5 كيلو واش كتوزن 3 كيلو ما نقصتي والو. واش كتعرف بان المواطن راه كيوزن؟ راه كرش ولا بغى ياكل فراه كيوزنها. راه الا بغى ياكل لك دابا كيلو ما بقاش كيقدر ياكل كياكل لك رابعه. واش بالله عليك هذا الانسان هذا اللي كياكل دابا رابعه كياكل وخايف انه غادي يشيط. اش غادي يشيط؟ ما عنده ما بقى يشيط. واش هاد السيد هذا اللي كربح 3000 درهم اش غادي يدير بها؟ واش انه غادي يدخل بها المواد الغذائيه؟ واش انه غياخذ بها الخضره؟ واش انه غادي يدخل بها كمناسبات؟ ربما تجيت ما كاينه غير اعاقه ولا تجي شي سكته قلبيه ولا غتجي غير مرضي، باش غادي باش غادي يسيرها؟ ما عندوش غيسيرها. كاين السي المحامي الله يعلم. حنا راه ما كاينش المسيرات عنده كامله. هذا رئيس الحكومه اللي محطوط دابا حاليا انا اللي كنطلب منه، الا ما بقاش عنده مسؤوليه ديال انه يكون رئيس يحيد بحاله. حيت بحال هنا الانسان عطاه المواطن هنا راه عطاه امانه. ملي كيعطيك الانسان امانه واش داك الثقه ديالك؟ انت كتقول بانك ما كتخلصش في البرلمان، اوكي حنا نعطوها لك، انا في زوري درهم كتحط عندك الماكينه، ولكن شحال كتكسب؟ الله يرحم الوالدين. اعطينا هات اللغه ديالك انت، دخل معنا المشروع المالي، دخل معنا احنا لغه الارقام. احنا دابا مهددين عندنا حنا نحيدوا هذا السوق هذا. هو مهددين من طرف السلطه انه يحيدوا لنا السوق ديالنا. المبادره فينا هما اللي وعدونا بها. انا بغيت غير نعرف انا هاد الناس هادو اللي كنا ان سيدنا عطانا سوقنا عطانا سوقنا مولاج عطاونا سوقنا مولاجي ديالنا هو تنصل لنا دابا حاليا. احنا باقي الان في اتفاق باقي الان في حوار مع سيد الباشا. الحال الان احنا مهددين. هنا جو العائله دابا كاملين ما يقرب انهم كيسيروا على اولادهم. رمضان كيبان لك غيدوز على المغاربة. المغاربة غيدوز جحيم. ساعة جحيم. أنا ملي كنقول لك ساعة جحيم في رمضان وساعة جحيم والمخير فينا ما غياكلش. والمخير فينا والله تا غير كم سيروم. والله ما غنبقاو ناكل الخضرة والله تا غير إلا شوف إلا ما درنا السيروم دفلوا علينا. غنكون يهود. لأن صافي المواطن المغربي تبهدل. أنا ملي كنسمع حقوق الإنسان ما بقاتش عندنا ولات عندنا حقوق اللسان. حنا كنعرفوا حقوق الانسان عالميه ولكن في المغرب كاين غير حقوق اللسان. ابقى الدوي سي بن كيران خليتينا الملفات تغوصوا حطيتي لينا هذا تاخر وشاوا انا ما فهمت والو. انا لحد الان انا ما فاهم في والو. الى ما قالت سعد مسيره ديال هذه الوضعيه هذيك يحيد بحاله. حنا غير كنعطيوه حنا كنلفو كنقول له راه ما خدامهاشك السياسه، سير بقالك في التجاره ديالك، سير بقالك في الدوماريه ديالك، سير بقالك في الاورو ديالك، إلا كنتي كتخرج السلعه وكتربح الاورو وكتخجل فيه، حنا راه ما عندنا ما نديرو بك. المواطن راه جيعان. بالعربيه المواطن جيعان. راه ما بقى عنده ما يتكال، لا هو لا ولادو. والكرا معرم، والموضو كيخبط. واش بقى لينا؟ راه ما بقى لينا والو. راه هادشي اللي كاين هو اللي كاين، الحقيقة كتقال، حتى أنا ذوك المنتخبين كاملين اللي كنشوف فيهم، فينا هما؟ هذيك القبة البرلمانية كاملة مجموعة بالبرلمان ديال الوزارة ديالهم، فينا هما؟ بغيت نعرفوا فينا هما؟ واش هما مخبيين؟ واش هما ما كاينينش في البلاد؟
واش هما ما كيشوفوش الوضعيه ديالهم؟ رانا ما فهمت والو في هذا الشيء هذا، راه لحد الان حنا غير كنشوفوا، وهذا الشيء اللي كناكلوا فيه راه كناكلوا العصا، راه المواطن المنتخب فات كامل، راه الطبقه الهشه مشات بحالها، والله يجدف ناس غدا غادي يعطيو لنا ورقه الوفاه ديالنا، والله العظيم حتى غيعطيو لنا شهادات الوفاه ديال غيعطيو لنا في يدينا، راه كلشي ميت واقف،